اعتداءات جديدة على أبناء المحافظات الشمالية فتحت مرة أخرى مخاوف من توسعها إثر حملات تحريض مناطقي. الاعتداءات لاقت ردود أفعال رافضة شمالية وجنوبية، لكن الموقف الرسمي بدأ كالعادة مكتفياً بالإدانة وإصدار التوجيهات. فالرئيس هادي وصف الاعتداءات الأخيرة بالممارسات الخارجة عن القانون، ووجه في اتصال هاتفي مع وزير الداخلية السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بعدن ولحج والضالع بوقف تلك الممارسات، محملاً إياها مسؤولية التقصير في حماية المواطنين، داعياً في الوقت ذاته الأجهزة الرسمية بالتوحد ضد التمرد الحوثي. كانت عدن قد شهدت اليومين الماضيين قيام وحدات من الحزام الأمني التابعة للإمارات بإحراق بساطات مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية في المنصورة وإغلاق محلات تجارية ومطاعم، وأكدت روايات متعددة اقتياد عدد من العمال إلى جهات مجهولة ومنع دخول مسافرين إلى عدن، فضلاً عن تهجير قسري طال مواطنين من تعز وريمة وإب. ليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها عدن موجة اعتداءات مناطقية، فقد سبقتها عمليات تهجير قسري في يونيو 2016 قامت بها عناصر تتبع المجلس الانتقالي، لكن خطورتها هذه المرة تكمن في أنها تأتي في ظل مناخ جنوبي مسموم بالعمليات الإرهابية ومرتبط بارتفاع نبرة الدعوات الانفصالية، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الاعتداءات يمكن تفادي نتائجها لكونها لا تزال محصورة في صراع النخبة السياسية وليست تعبيراً عن غالبية أبناء الجنوب.